I've been in a red jump down for the sun. I'm done with my black gold gums. I'm no fun, I'm no fun. أعزائي المشاهدين، معكم علا عصرام من برنامج صباح الخير يا مصر، واحنا دلوقتي أمام مبنى اتحاد المصارعة في انتظار كابتن ممدوح فرج. صباح الخير كابتن ممدوح. هي بقول لك انت صباح الخير. على فكره يا زيزي، في 2 مليون دولار اتحولوا في اسم شركتكم. شركتي انا؟ ليه؟ المفروض ان مصر هتنظم بطوله دوليه في المصارعه. ليه؟ والاتحاد المصري بيدور على اي شركه ترعى البطوله. شركتي انا؟ فمختارين شركتك انت بالذات علشان ترعى البطوله. ليه؟ زيزي المهم دلوقتي انك تقدمي ملف شركتك باسرع ما يمكن. شركتي انا؟ يا مرسي، كل العمليات اللي اتنفذت في السنين الاخيره نفذتها لوحدي وبس. عمليات ايه يا جابر اللي انت بتتكلم عنها؟ يا راجل ده احنا بقالنا 3 سنين ما سمعناش عن انفجار واحد قد كده. يا مرسي ما تنساش اننا بنشتغل ضد أكفأ جهاز أمني في العالم. يعني أقدر أعرف تفاصيل العرض يا كابتن ممدوح؟ عضلات جسمك ولياقتك مسؤولية كبيرة جدا. هي بقول لك أنت، طريق البطولة والنجومية طريق صعب جدا بس سهل جدا. فعلا يا كابتن عندك حق، ده عرض هايل جدا يا كابتن. ده عرض هايل، يعني نتعاقد على هذا الأساس؟ أنا شايف إن التعاقد يتم فورا يا كابتن ممدوح، ولا إيه رأي مجلس الإدارة؟ ده عرض هايل جدا يا كابتن. ده عرض هايل، ونعيش مع اللياقة. فعلا يا كابتن عندك حق. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. Finish him. Fatality. عمل الواجب وزيادة يابا، الحاني يابا. ما تصدقهاش يا عم، واجب ايه اللي عملته؟ ده انا طول عمري بسط وانا عيل صغير عشان ما بعملش الواجب، اجي دلوقتي اعمله على كبر. هاي 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 واتس جوين اون؟ أعزائي المشاهدين، النهاردة هنقدم لكم نوع جديد من مصارعة المحترفين. أعزائي المشاهدين، معانا هيفي ويت شامبيون برودي ستيل اللي هو على الشمال دلوقتي، وبامبي سكيلا اللي هو على اليمين، بطل العالم وبطل أوروبا. هوبا زقوا. إيه يا برودي؟ من أولها كده برودي؟ برودي ستيل، سيب الراجل برودي. برودي 10 على 10. مدام زيزي، كابتن ممدوح بيقول لي سيادتك أنت خفتي ليه؟ ده كده عادي. عادي ايه؟ دول بيكسروا الدنيا. تعالي اتفضل يابا، ما تخافيش، ده لسه في حاجات كتير خالص جاي. That into meat. Give your meat a good old rub. Hot and spicy meat. Yeah, boy. يلا بقى يا جميل، خلصنا ميه وخلصنا لعب، فاضل ايه؟ نتعشى وننام. اوكي. انت بتخطفها؟ Good question. ايوه يا كابتن ممدوح، بنتك في الحفظ والصون. بنتي؟ يا اما تسلمنا لجوز العيال اللي عندك، يا اما هتستلم جثه بنتك في مسرحيه زنو. بنتي؟ باي باي يا كوتش. الو الو، حد بليز يعمل ريميكس. الو بنتي، الو 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 بنتي، الو بنتي، الو الو بنتي، الو الو بنتي، باي باي يا كوتش. بنتي بنتي، الو الو، باي باي يا كوتش. انتوا ما سافرتوش ليه؟ احنا عرفنا ان بنتك اتخطفت، عشان كده نو سفر. انا متشكر قوي على الشعور الجميل ده. كابتن ممدوح، انت استاذ ده، كان لازم نعمل كده. ثانك يو فيري ماتش. فين زيزي يا ميمي؟ زيزي مين؟ زيزي يا ميمي معرفش. لو ما كانش البودي جارد بتاعي في الكباريه كان ايه اللي هيحصل لنا؟ كان هيحصل كل خير يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. الحق ده الجزمه فيها حاجه. ده كارت مومري ده ولا ايه؟
على فكرة أنا عندي الجهاز اللي أنا عارف بيه ده إيه. يلا بينا. يلا كابتن. بتعمل إيه؟ إيه ده؟ إيه؟ قنبلة من أقوى أنواع المتفجرات. وبتعمل بيها إيه؟ الله، مش هو ده أوتوبيس شركتي؟ أيوة. وهو ده اللي حيوصل المصارعين المطار؟ أيوة. مش هو ده أوتوبيس شركتي؟ أيوة. أيوة يا ستي. ارتحتي؟ ارتحت. أيوة يا ستي. أنت ناوي على إيه؟ مش هو ده أوتوبيس شركتي؟ أيوة. وهو ده اللي حيوصل المصارعين المطار؟ أيوة. بعد ساعتين الأوتوبيس ده هيبقى بوم 100 حتة باللي فيه. هيتفجر؟ طب وأنا هعمل إيه؟ ما تخافيش يا زيزي. بجد؟ أمان يا مرسي؟ حتة أمان جدا. هقربك في حتة محدش يقدر يوصل لك فيها إلا بالموت يا زيزي. مرسي! 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 الحمد لله على سلامة الأمور. يا أهلا بحضرتك. البركة في وزارة داخلية ورجال وزارة داخلية. وزارة داخلية. أنا متشكر أول مجهوداتكم وأرجو أنك تبلغ شكري الخاص للزملاء اللي معاك. ربنا يخليك. The boss say thank you very much for all things. Thank you.